افتتح في صعدة اليوم معرضا تشكيليا لصور جرائم العدوان في المحافظة، وخاصة صور قتل الأطفال، كما عبر المعرض عن بطولات الجيش واللجان من انتصارات. كل تلك اللوحات رسمت بأيدي رسامي محافظة صعدة وإبداعاتهم. افتتح اليوم في محافظة صعدة معرضا فنيا تشكيليا جسد صور جرائم العدوان، والذي كان بأنامل رسامين من أبناء المحافظة، وأعده مركز صعدة الإعلامي. تم افتتاح هذا المعرض التشكيلي الإبداعي في محافظة صعدة بأيادي وأنامل خالصة من أبناء المحافظة. تشكر هذه الأيادي الطاهرة التي فضحت جرائم العدوان، وفي نفس الوقت أظهرت جانب كبير من قوة الجيش واللجان الشعبية، واستفدنا الكثير من هذه الرسومات والإبداعات، وسيكون إن شاء الله بداية خير، وسننافس بهذا المعرض في المعارض على مستوى الجمهورية اليمنية. إبداع يبرز مدى حقد العدوان وقتله للأطفال ولأبناء الشعب اليمني. مشاركة بلوحات فنية جسدت كذلك لوحات الصمود لأبناء الجيش واللجان الشعبية وما تعرضت له المحافظة من قصف وتدمير وقتل وتشريد. برز كل ذلك في صورة جسدتها ريشة الرسم في محافظة صعدة. المعرض هو يجسد بعض صور الصمود لأبطال الجيش واللجان الشعبية، وكذلك نماذج من المظلومية التي تعرضت لها المحافظة وأيضا المحافظات اليمنية الأخرى. نفتتح معرض فني تشكيلي داخلي وخارجي يجسد مظلومية صعدة وانتصارات الجيش واللجان الشعبية. أعد المعرض مركز صعدة الإعلامي بتمويل من جمعية الفضيلة النسوية وتنفيذ مجموعة من الرسامين والرسامات. لوحات إبداعية في معرض تشكيلي، لتكون إبداعات الرسامين مساهمة في إبراز جرائم العدوان السعودي والذي يقصف ويقتل ويدمر كل يوم. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة. شيع أبناء الحضب في مديرية بني مطر محافظة صنعاء جثامين 3 شهداء ارتقوا إلى ربهم أثناء تأديتهم.